السلام عليكم. ده الجزء الثاني من كلامنا عن السنترال الـ HS824 الجديد. بالتحديد النهاردة نتكلم عن التليفونات المختلفة اللي ممكن نوصلها عليه والسعة القصوى للسنترال. وعايزين نأكد على معلومة ان السنترال 824 الجديد الـ HS الهايبريد IPPPX هو براند جديد تماما، لا يمكن تركيب كروت السنترالات اللي قبل كده او اي نوع من انواع الكروت بخلاف كروت الاوبشن اللي هما ثلاثة بس، وهنتكلم عنهم بعد شوية. لكن مش ممكن نركب الكروت بتاعت السنترال الـ TES824 او الـ TEA او اي نوع من انواع الكروت بخلاف الثلاثة اوبشن اللي هنتكلم عنهم دلوقتي مع الماكسيمم كاباسيتي. زي ما احنا شايفين الصورة السيريز الجديدة من السيب فونز والاي بي سيب كاميرا، وبرضو الفيديو دور فون هو يشتغل كلهم بلا استثناء سيب بروتوكول. احنا شفنا ان الويب مينتنانس كونسول هو مشابه تماما للان اس 500. كمان انا ممكن اعمل البرنامج من طائر كالعادة العدة رقم 1 أو 101 على سنترال، وهو في الحالة دي عدة اتش دي السيريز الجديدة، يعني اللي هي اتش دي في 230 أو 330 أو 430، اي عدة فيهم بتسبلي هتأدي الغرض وتعمل البروجرام. لكن لا يمكن توصيل العدة 77-30 على السنترال ده بأي حال من الأحوال، أو أي عدة أنالوج بروبرتي أو ديجيتال بروبرتي بخلاف السيريز الجديدة السيب فونز اتش دي في سيريز، خلاف كده ملوش أي عدد مميزة. زي ما قلنا إن السنترال أوتوماتيك اتندنت بيلت ان في مع ديزا مسج وكولر اي دي للخارجي، وان هو في بيلت ان راوتر واي فاي اكسس بوينت، وبيعمل فيديو كولز ما بين العدد اتش دي 430. دي السيريز بتاعت السيب فونز الجديدة الاتش دي في سيريز سيب بروتوكول فونز، ودي اهم واحدة فيهم لان دي اللي بتعمل فيديو كول الحقيقة. ودي اتش دي في 20 دي اكسبانشن، شبيهة بالدي اس اس يونت اللي احنا ممكن نستخدمها ونستخدم منها اكتر من واحدة. دي السيريز بتاعت الكي اكس اتش دي في السيف فونز الجداد، حبينا بس نلفت النظر ليه ان ال 330 430 فيها بيلت ان بلوتوث هيدسيت جاهزه بيلت ان، وطبعا فيها الكترونيك هوك سويتش، وهي فيها 2 بورت ار جي 45 والسبيد هنا عاليه جدا 1000 ميجا، وهي طبعا الوحيده اللي بتعمل فيديو دور فون بتعمل اسف فيديو كول هي 430. دي تلات عدد سنجل لاين جديدة 77-16 و5 و3، وسواء دي او دي ديسبلايد فيها ديسبلاي، وهنا في سبيكر فون، وال 77-05 فيها سبيكر فون، 77-03 مفيهاش سبيكر فون. الاي بي كاميرا او سيب اي بي كاميرا او سيب اي بي فيديو دور فون، دول موديلين دول بيركبوا مع السنترال. دي اوت دور يونت وباور اوفر ايثرنت، ملهاش اي سي ادابتر، لكن هنا في ليها الاختيارين، يا اما اشتغل على الادابتر الاي سي يا اما اشتغل باور اوفر ايثرنت.
شرط طبعا يتحقق الخاص دي، الكلام ده يتحقق لما يكون السويتش اللي انا بوصل عليه اليونت بيطلع باور على كابل الايثرنت. ميزة الاي بي كاميرا انها وايرلس، مع واي فاي، وفي نفس الوقت انا ممكن اوصل الفيديو دور فون بس بكابل RJ45، وممكن الاثنين يوصلوا مع بعض على نفس السيستم كجزء من الـ24 فونز اللي عندي، مش فوق الـ24 او بخلاف الـ24. لا، الحقيقة الاي بي كاميرا والاي بي فيديو دور فون محسوبين من الـ24 لو انا استخدمته. سنترال بيجي 4 خط خارجي انالوج و8 انالوج اكستنشن، وفي نفس الوقت هو 8 على 24 لو انا هحط سيب ترانك، فانا ممكن محطش الـ4 خطوط الانالوج واوصل 8 سيب ترانك على الكابينة الاساسية اللي هي 4 8، وكمان ممكن اوصل 24 سيب فون من السيريز الجديد الـ HDD. دايما رقم 101 و102 محجوزين للعدد الـ HDV، وهم الاثنين واخدين مانجر بروبرتيز او فاسيليتيز، وانا ممكن مجرد ما اشبك العدة العادية من 103 ل 110 يشتغل اوتوماتيك على السنترال. عندي وسيلة هوصل بيها العدد الـ HD هنشوفها دلوقتي، لكن حبينا نأكد مع بعض ان الكابينة بتيجي 4 خط خارج انالوج و8 انالوج او سنجل لاين تليفون، لكنها جاهزة في نفس الوقت انها تشغل 24 سيب فون سواء الموديلات الجديدة بتاعتنا HDV او اي ثيرد بارتي سيب فون. حقيقة ممكن اوصل 24 تليفون ماكسيموم، وممكن الـ24 كلهم يبقوا من السيريز الـ HDV و بلاج اند بلاي، مفيش اي بروجرام مطلوب سواء للسنجل او العدد السب صفات. اكستنشن 101 102 دايما محجوزين لل HDV فون كأرقام، لكن من 103 124 سنجل فونز موجودين اوريدي، لكن 101 102 بس كارقام محجوزه لل HD فونز، وممكن اركب 2 بس والباقي كلهم يبقوا عدد عاديه من اول 103 124 زي ما احنا شايفين. لو احنا حطينا 8 سنجل لاين تليفون اكسبانشن كارد وحطينا واحد كمان، فاحنا وصلنا ل 24 تليفون سنجل لاين تليفون. لكن من غير اي اضافات على الكابينة الاساسية انا ممكن اوصل 24 HDV فون. طبعا طريقة توصيلهم لازم تبقى من خلال سويتش. لو هما 2 بورت بس انا عندي مخرجين اوريدي على الكابينة الاساسية، فممكن اوصل 101 و102 هنا، واوصل 8 سنجل لاين تليفون، واحط بعد كده الاكسبانشنز بتاعتهم، مع ملاحظة ان اخر كارت هيبقى دايما محجوز فيه 2 بورت من الـ24 للـ HDV فونز اللي انا وصلتهم، وانا محتاج دايما ليفل 2 او لاير 2 سويتش عشان اوصل الاكستنشنز، بحتاج باور اوفر ايثرنت سويتش عشان لو هوصل ال ان تي 150 او 160. انا هاخد ممكن من المخرج اللي هو لان 1 هوصل على باور اوفر ميز باور اوفر ايثرنت لاير 2 سويتش،
هوصلهم ببعض، هيبقى عندي إمكانية إن أنا أوصل 7 HDV فون أو أوصل MTV 150 160 على ال7 مخارج دول، مش كافيين بالنسبة لي أقدر أخد سويتش 16 بورت أو 24 بورت، أو أخد 2 سويتش وأربطهم ببعض زي ما إحنا متعودين في النتوركينج، ودي معروفة. مهم المعلومة الأساسية إن HDV فونز بيوصلوا عن طريق اللان كونكشن، سواء لان 1 او لان 2 اللي هم موجودين اوريدي في الكابينه كبيزك كونفيجريشن، او ممكن ازود ل 24 زي ما قلنا ان دي ممكن يوصل عليها زي ما هي كده من غير اي زيادات 24 اتش دي في فون، عن طريق ان انا واصل بورت هنا بباور اوفر ايثرنت سويتش، وممكن من الثانيه اخد برضو واحد تاني واحط عليه بقيه العدد الاجمالي اللي بيحكمني ان هم 24 اتش دي في فون في الاخر. العدة سنجل لاين زي ما احنا شايفين وصلت على المخرج من دول 8 4 و4 من 1 ل 8 للعدد العادي، انما العدة الاتش دي لازم توصل يا يعني اما هنا بشكل مباشر وهنا، لو هما عدتين بس، لو اكتر من عدتين هاخد وهربط بسويتش وهحط الباقي اللي انا عايزه في السويتش زي ما الفيجر هيورينا بعد كده في المرات الجاية طريقة التوصيل بالتفصيل. احنا هنا موصلين طبعا عندنا اكتر من، طبعا الوحيدة اللي واصلة على الكابينة بشكل مباشر ودايركت هي سنجل لاين تليفون على المخرج بتاعها، لكن كل ال HDV فونس الاي بي MTV 50 و150 و160 واصلين ثرو سويتش كونكشن بسويتش، وهم متوصلين على كلهم على سويتش باستثناء سنجل لاين تليفون، هي واصلة بشكل مباشر على المخرج بتاع السنجل لاين تليفون الثمانية الموجودين في الكابينة أساسا. هنا بيوضح الكونكشنز المختلفة اللي المفروض أوصلها. هنا 103 على طول راحت على السنترال، لكن العدد ال HDV راحت على لير 2 سويتش باور اوفر ايثرنت وتوصلت علينا. ممكن اوصل حسب سعة السويتش زي ما انا عايز من السيفونز، برضو ممكن اوصل NTV 160 او NTV 150 او IP باناسونيك كامل. برضو بما ان هو واي فاي، انا ممكن ال NTV 150 توصل بدون اسلاك، توصل وايرلس كونكشن واي فاي كونكشن، وبرضو ممكن ادخل اللابتوب بتاعي والموبايل بتاعي برضو لانه في هنا واي فاي في الجهاز، وممكن ريموتلي احط اكستنشنز بره زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت، وبيحكمني العدد الماكسيمم اللي هو 24 بما فيهم ال NTV 160 او 150، فهيتحسبوا لما هيتوصلوا على السنترال على النون فونز، حتى السيب سوفت فونز هيتحسبوا من الاكستنشنز لما اعرفهم. المهم ان اجمالي عندي هيبقى 24 تليفون توصيل مختلف. السيستم كاباسيتي زي ما قلنا بيبدا اساسا 4 خارجي و8 داخلي، وبعدين ممكن اوصله ل 8 او 24، لكن هو بدايه جاي جاهز ل 8 سيب فونز 8 سيب ترانك و 24 سيب فون. 8 سيب ترانك لو مع البروتوكول جي 729 و6 لو جي 711 و4 سيب ترانك بس لو جي 729. الاوبشنز اللي عندي متاحين بالنسبة للسنترال هما اللي موجودين قدامنا دول بالظبط. طبعا وحدة الدور فون وكابل البطاريات يعني 3865 او 6765 دول قدام من عندنا، كابل البطاريات ده معروف، دول الحاجة الوحيدة من القديم اللي ممكن تتوصل عندنا، لكن احنا عندنا 3 اوبشن جداد تماما لا هيركبوا على سنترال غير ال 824 او ال 32، لان في اتش تي اس 32 برضو، وهو 4 كارت 4 خط خارجي انالوج، وكارت 8 عدة عادية، وكارت 2 دور فون و 2 دور اوبنر. دول 3 كروت اكسبانشن المتاحين بالنسبة لي للسنترال ده بس، مفيش غيرهم ممكن اضيفه. بالنسبة للسيستم فيتشر
كباستي الحقيقة أنا ممكن أرقم 2 ديجيت أو 3 ديجيت. أنا عندي ميموري ل40,000 كول للسي دي آر أو الكول ديتيل ريكوردينج أو البرينتينج يعني لتفاصيل المكالمات باختصار. اكستنشن جروبز بقوا 16 بدل 8 في القديم الانالوج القديم. الحقيقة ده اللي كنا عايزين نتكلم عنه النهاردة بالنسبة للسنترال ال HTS 824، وإن شاء الله في المرات الجاية هنخش في تفاصيل أكتر كتير في الفيتشرز في الانستليشن في البروجرامينج بإذن الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.